بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا صلي وسلم أنعم وأكرم على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، حياكم الله عبر أثير إذاعتكم حياة فم، متواصلين في مجلس العلم والإيمان نرتحل فيه في طلب العلم مع فضيلة العلامة الداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. مرحبا بشيخنا الكريم. بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم. الله يحفظكم يا دكتور. حديثنا نحن وإياكم مستمعين الكرام تحت عنوان الرضا. نبدأ حلقتنا بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. دكتور محمد، أهلا وسهلا بفضلتكم. حينما نتحدث عن الرضا في هذه الحياة للإنسان، ماذا تعني كلمة الرضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العلي الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. آمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. آمين. لابد من خلال هذا السؤال العميق من مقدمة. الله عز وجل خلق كل الخلائق في عالم الأزل، وعرض عليهم الأمانة، والآية تقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ما هي الأمانة دكتور؟ أن يتولى الإنسان إدارة نفسه. يا سلام. والدليل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن في عالم الأزل عرضت الأمانة على كل الخلق، فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فالملائكة اختاروا العقل، والحيوانات اختاروا الشهوة، وركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، أما الإنسان ركب من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. القضية إنه الإنسان جاء إلى الدنيا وقبل حمل الأمانة، أعطاه الله مقومات هذه الأمانة، أعطاه شهوة، أعطاه جسما، أعطاه عقلا، أعطاه اختيارا. فهو الإنسان الحيوان لا يحاسب وغير مكلف، اختار الشهوة فقط. والملك لا يحاسب، اختار العقل فقط. أما الإنسان اختار الشهوة والعقل معا، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. نعم. الله عز وجل رب العالمين. لو إنسان أخطأ في اختياره، إنسان مخير، الكائن المخير، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنسان مخير. لكن أنت كأب رحيم، إن رأيت أن ابنك اختار اختيارا سيئا، اختار ألا يدرس وتركته لمصيره المحتوم وهو الجهل، بيقول لك يوم القيامة: بابا ليش أنت ما نبهتني؟ سبحان الله. فلا بد من لفت نظر. لما الإنسان يخطئ في اختياره لا بد من لفت نظر.
هي المصائب للفت النظر. إذا نحن في الدنيا في دار ابتلاء لا دار استواء. والمقصود بالابتلاء دكتور؟ الامتحان وليس العقوبة. لا 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 أبدا، هي معناها حيادي. نعم. المعنى العامي لها سلبي، فلان ابتلي بالفقر فنجح تعفف، أي امتحن بالفقر، امتحن بالفقر فنجح صبر وتعفف وعمل. وقد يبتلى بالغنى، ابتلي بالغنى نجح، أنفق من ماله، أطعم الفقراء والمساكين، ما تكبر. إذن الدلالة الشرعية دكتور لكلمة الابتلاء لا تعني ربنا ابتلاء أبدا، معنى حيادي عاقبه وإنما امتحنه، معنى حيادي. المعنى العامي معنى سلبي. جميل جميل. فإذا إنا كنا مبتلين، شوف نعم. علة وجودنا الابتلاء هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأنبياء ابتلوا بس نجحوا، ولم يكن عقابا من أبداً. لهم وإنما كان امتحانا كما تفضل. إذن في الحديث الذي بدأنا فيه الحلقة دكتورنا، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، أي أن الله بس قبل سيدي، لا يمكن يشم إنسان بالأرض رائحة الجنة قبل أن يبتلى. سئل ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ عكس التمكين، ممكن في الأرض بمالك بعلمك بمكانتك بصحتك ببيتك بدخلك، أنه يعني أن ندعو بماذا، بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال الجواب لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى. يعني للتقريب، ممكن تكره الامتحان بالجامعة، الجامعة بنيت على الامتحان. ممكن تعطي دكتوراه من دون فحص، واحد ما قرأ ولا كتاب، بالعكس قاعد يغازل البنات بالجامعة مثلا، هذا ياخذ دكتوراه ما في امتحان. إذن لا يمكن أن نصل للجنة من دون ابتلاء. والأنبياء أشد الناس بلاء للأنبياء، قال وأنا النبي الكريم أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل. الإنسان يبتلى على قدر إيمانه ودينه. هيك الحياة كلها راحة وبيت فخم ودخل وافر وسهرات مختلطة وسيران وسيارات وصيفية بالجبل مكان الفلاني وسباحة على البحر وما في شيء بعدين. لا لا، إنا كنا مبتلين، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. علة وجودنا الابتلاء، وبتعبير آخر دارج، وما منشم ريحة الجنة إلا بعد الابتلاء. بس ابتلاء منوع، في ابتلاء بالصحة، في ابتلاء بالمال، ابتلاء بنقبة اجتماعية مثلا، بوضع اجتماعي صعب كتير. بس كل إنسان، كل مبتلى بيتوهم أنه ابتلاءه أصعب ابتلاء، ومو صحيح، كله صعب. أنه تعيش حياة راغدة ما فيها ولا مشكلة، وما في اهتمام بالدين إطلاقا ولا بالصلي مثلا، وأخذ الدنيا سعادة وبسط وسرور وسيارين ولقاءات وسهرات، بعدين وجاهة على الشاشة وإلى آخره، وهيك تنتهي الحياة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أمتهم ساء ما يحكمون. آيات كثيرة جدا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. لازم يدخل لكل خلية بجسم مستمع، نعم. وكل قطرة بدمه أن علة وجودك في الدنيا الابتلاء، ولا بد من أن تبتلى. في ابتلاء إيجابي، أعطاك مال وفير، سهرات مختلطة وسياحة لا ترضي الله، واستعلاء في الأرض واحتقار الفقير، رسبت بالامتحان.
أعطاك مال قليل صبرت تعففت كرامتك غالي عليك، ما أكلت مالا حراما، ما مددت يدك إلى مال حرام بحجة الفقر. الفقر ابتلاء والنجاح ابتلاء والصحة ابتلاء. في إنسان بيستهلك صحته بالمعاصي والأهسام، والمرض ابتلاء، والقوة ابتلاء، والضعف ابتلاء، والذكاء ابتلاء، وقلة الذكاء ابتلاء. إذن كل هذه دكتور هي ابتلاءات أو امتحانات من الله ما سبحانه أنت وتعالى. فيه هو نوع بلائك. نعم. نعم. وأشد الناس بلاء الأنبياء، قال وأنا أشدهم بلاء صلى الله عليه وسلم. ثم الأمثل فالأمثل، والمرء يبتلى على قدر إيمانه ودينه. سبحان الله. فالإنسان يبتلى بالفقر ويبتلى بالغنى، أبدا يبتلى بالمرض وبالعافية. معناها العامي سلبي، نعم. معناها الحقيقي حيادي، نعم. فعلى الإنسان أن ينجح في هذا الابتلاء أي هذا الامتحان، في أن يكون مع الله سبحانه، نعم. وتعالى. دكتورنا الكريم في الحديث سيدي قبل، نعم. رجل يعني حصل ثروة كبيرة كتير، يتيم وكان وصل مال هو، واليتيم له أموال طائلة طائلة، كان وصي خائن، طبعا معه وصية، فكتب الأموال كلها له وسافر لأمريكا بهنيك 15 سنة. طبعا جمع مئات الملايين من مال هاليتيم، واليتيم مع أمه ما في شيء إطلاقا يأكله. رجع بعد 15 سنة إلى بلد إقامته، عمل قصر ومساح مسابح وملاعب، يعني قصر مو معقول المفخم، ملياردير صار. فركب سيارته واشترى أحدث سيارة وراح على المطار يستقبل واحد معه أربع أولاد. بالطريق عمل حادث، مات هو وزوجته وأربع أولاده، وريثه الوحيد هاليتيم، ورث مبالغ فلكية. الله بكل شيء قدير. يعني أنا بقول الإنسان عنده خيارين ثلاثة بكل موضوع. الله خالق الأكوان مليار خيار في عنده، كل شيء شاغل فيه. بخمسة عشر سنة رجعوا لليتيم. الله كبير، كلمة كبير لا أرتوي منها أبدا. ممكن يخلصك كل مالك بثانية، كل مالك بثانية. ممكن يخلي عدوك يخدمك، عدوك ممكن يخلي أقرب الناس إليك يتخلى عنك. فعلاقتك تكون مع الله متينة ونعم بالله. إذن في هذا الحديث دكتور المطلوب من الإنسان أن يكون موقفه الرضا في هذه الامتحانات أو الابتلاءات الإلهية في حياته. ما المقصود بالرضا دكتور؟ هل يسر بها أم يقبلها أم؟ عفوا، أب عالم، مربي، مثقف ثقافة عالية، ضرب ابنه، نعم. بتفهم الضرب حقد؟ أب مستحيل، نعم. أي عاقل بيفهم الضرب تربية. يمكن وجد مع ابنه مبلغ مؤله، حاب يعمل له خبرة مؤلمة. فأنت لما بتعرف رحمة الله في ضوء هذه الرحمة بتفهم كل أفعال الله. نعم. الرحمن الرحيم، الرحمن في ذاته، أما الرحيم في أفعاله. واحد منحرف سقله مرض شبه عضال، قام تاب لله، لما تاب رجع استقام، يوم القيامة بيشوف أكبر نعمة الله أعطاه إياها المرض، رب ضارة نافعة، أو ربما أعطاك فمنعك، أو منعك فأعطاك. وإذا كشف العبد حكمة المنع عاد المنع عين العطاء. سبحان الله، جميل جميل، كلام طيب وكلام جميل. الله يفتح عليكم يا دكتور لهذه الكلمات الطيبة. شيخنا سنقف إلى فاصل قصير ومن بعده ندخل كيف على الإنسان أن يتعامل معها وكيف يصل إلى مرتبة الرضا، لأنه يعني من خلال الأمثلة الواقعية التي نطرحها كما ذكرت فضلتكم والتي يمكن أن تكون امتحانات يومية في حياة الإنسان. نستأذن فضلتكم ومستمعين الكرام إلى فاصل قصير ونعود مباشرة بعد ذلك عبر حياة FM لنواصل حوارنا وحديثنا تحت عنوان الرضا مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي.
حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا من جديد متواصلين على الهواء مع فضيلة الإعلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا وسهلا بفضلتكم شيخنا الكريم، حياكم الله. بكم بارك الله بكم. الله يكرمكم يا دكتور ونفع بكم، اللهم أمين. الرضا هو موضوع نقاشنا مستمعين الكرام، تتابعوننا كل يوم خميس من الثالثة وحتى الرابعة بتوقيت الأردن، ويعاد بحول الله تعالى في 11 مساء والجمعة في 5 مساء، وعبر قناة إذاعة حياة فم على موقع اليوتيوب لهذه الحلقة وللسابقات. دكتورنا الكريم، في حديثنا عن الرضا، بعدما وضحت فضيلتك أنه هدف خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان العبادة وأن ينجح في الابتلاء ألا وهو الامتحان، فإذا كان خيرا عليه أن يشكر، وإن كان فيه صعوبة أو ضر عليه أن يصبر به. نعم. الآن دكتور، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رضي فله الرضا. ما هو الرضا دكتور؟ قبل، لو أنه إنسان جلس بغرفة انتظار لطبيب، لا، في 30 إنسان، نعم، وكل إنسان 1000، هذا جمع طرح أسهم، لا، في 30,000 كل يوم، قام إجل عند شخص قال له: علمني أكتب راشيدة وصفة. شيء بضحك، قال له: هاي الوصفة بيكتبها واحد أخذ ابتدائي ومتوسط وتوجيهي ودخل كلية الطب وعاد 12 سنة وأخذ بعدين دبلومات وماجستير ودكتوراه وعمل تدريب 2 سنين، بيكون صار عمره 35 سنة لحتى يكتب راشيتا. راشيتا ملخص العلم. نعم. فالإنسان أنت بيرضى، عرف أنه في إله وفي خالق وفي مربي وفي منهج وفي جنة وفي نار وفي حساب وفي عذاب وفي تكليف وفي بر والدين وفي عمل صالح وفي أداء الزكاة وفي لقاءات منضبطة وممنوع الاختلاط. نعم. ممنوع الغناء مثلا. لما أنت بتعرف المنهج التفصيلي ممكن وتمشي صح بترضى. صحيح. أما إذا واحد ما تعلم تقول له أرضى، شيء مضحك، شيء مضحك جدا. الرضا محصلة الإيمان سيدي. نعم. وحصلت الإسلام أولا والإيمان ثانيا والتقوى ثالثا. نعم. والاستقامة رابعا والعمل الصالح خامسا، وحصلت هالكليات بالدين تعمل رضا. سبحان الله. فالرضا هنا معناه القبول. القبول بس يحتاج إلى مقدمات كثيرة جدا اللي هي فضيلة ذكرتهم، لكن الرضا مش معناها السعادة. يعني لا. إنسان دكتور كسرت قدمه كيف يكون راضيا؟ لما الابن بنحاول نعالجه بقلع سنه بيبكي بكاء مذهل. ليش الكبير ما بيبكي؟ قال له: انت عمرك 70 سنة، ما بيناسبك البنج المخدر، بدك تتحملنا شوي. بيمسك طرف الكرسي وبيشد عليه، ما بيحكي ولا كلمة. نعم. عرفان العلم بعينك على الرضا. سبحان الله. الطفل بيبكي، الكبير ما بيبكي، أنه في ألم شديد قد. نعم. يكون سنه ما بيتناسبه ويأخذ مخدر. نعم. إذن العلم بيخليك ترضى. إذا أنت شايف أب يضرب ابنه بالطريق مثلا، كونه أب في رحمة بقلبه، بس يبدو شاف مع ابنه مبلغ مؤله وخاف أنه يتعلم أنه يأخذ شيء مؤله أم يعمل له خبرة مؤلمة، فإذا شفت رح الله عز وجل في مصائب، في فقر، في زلازل، في أعاصير. نعم. في قهر اجتماعي، في مشكلة كبيرة جدا بالصحة، هذا إنسان بس يعرف الله يرضى عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه ونعم. قال له: يا رب، أحب عبادي إلي، أي عبادك أحب إليك؟ فجاء وقع في روعه أن أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا ربي، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال له: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائك يخافوني. معنى ذلك لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله ومحبة له وخوف منه.
يعني أحيانا إذا كان محبة فقط في تساهل بصير، الحالة دقيقة، يجب أن تحب الله بقدر ما تخافه، أو أن تخافه بقدر ما تحبه. يجب أن يتطابق مستوى المحبة أبداً. والخوف من هذا الخالق، هذا مهمة الأب والمعلم. نعم. وأي إنسان معه سلطة اللي حولك يجب أن يخافوك بقدر ما يحبوك، أو أن يحبوك بقدر ما يخافوك. خوف سهل، كل الطغاة بيخوفوا، لكن ما أن يزول كل الضعاف ما بيخوفوا، فتزول تعليماته لك. والمحبة وحدها أيضا لا تكفي، لا تكفي أبدا. جميل. طيب شيخنا الكريم، حينما توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وكان طفلا صغيرا، النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمات جميلة كانت تمزج بين بشريته عليه الصلاة والسلام، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وبين التسليم بقضاء الله والرضا به. أنا لا أقبل ولا بشكل أن أنفي عن النبي بشريته. نعم. اللهم إنني بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضى البشر، ولو نفينا عنه بشريته انتهت نبوته أساسا. نعم. لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، يعني انتصر على بشريته. كل إنسان بجوع والنبي بجوع، وكل إنسان يشتهي المرأة والنبي كذلك، بس النبي غض بصره وعلمنا على غض البصر، ضبط أموره، هو هي عملية ضبط سيدي. وفي حادثة وفاة ابنه دكتور أعمق، قال إنني بشر بكي، إن العين لا تدمع، بس ما في كلام شو عملت لك يا ربي مثلا، في كلمات تقترب من الكفر يقولها بعض الناس، أما هو المؤمن يا ربي لك الحمد، اللهم أعني على الصبر. يعني لا يعني دكتور الرضا أنه أنا لا أتنازل عن بشريتي، ممكن أحزن مع الرضا، ألم المصيبة لا يلغيها الرضا، لا يتعارض معها، ألم المصيبة لا يلغيها الرضا. جميل. لك واحد في قلع سن وفي ألم شديد. نعم. قال له سنك ما بيتحمل مخدر. نعم. بس ما بيبكي، رجال كبير تم ساكت. نعم. بس في ألم شديد. فإذا ما تعرضنا دكتور إلى ابتلاء صعب والإنسان شعر بالحزن أو شعر بالخوف، هذا جزء طبيعي، لكن الرضا أن يقبل وأن يوقن. بس في كمان أدب مع الله. نعم. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، دعاء قرآني. نعم. واعفو عنا. نعم. جميل جميل. يعني بطريق أو بآخر إياك أن تصل مع الله إلى طريق مسدود. هلا بنوضح كلمة دكتور. دقيقة شوي. نعم. اسمح لي أن أوه لمستمعين الكرام الراغبين بالمشاركة معنا بهذا الحوار مباشرة، بنرحب الآن باتصالاتكم على 06-516-40-20-516-50-20. لراغبين بالاتصال من خارج المملكة الأردنية الهاشمية بإضافة مفتاح الأردن 00-9626 ومن ثم 516-40-20 و00-9626-516-50-20. إذن دكتور الرضا هو شعور قلبي. نعم. أن توقن أن ما جاء من الله هو الخير، هو الرضا، رضا في القلب. نعم. وحمد باللسان وشكر الله على ما أتى، شكر كمان. نعم. يعني مثل إذا واحد، عفوا، اثنين عن طبيب، واحد معه التهاب معدي حاد، فالطبيب أخضعه لحمية قاسية جدا جدا جدا، قال له حليب 6 أشهر، والثاني معه ورم خبيث منتشر بكل جسمه. الأول سأل ماذا أكل؟ قال له حليب فقط 6 أشهر، والثاني قال له كل ما شئت. أنه أفضل حمية مع أمل بالشفاء لما أن تأكل كما تشاء وما في شفاء في موت؟ شو الآية تقول؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. سبحان الله سبحان الله. وعكس هذا الرضا أن أؤمن في داخلي أن ما جاء من الله هو خير مطلق، وإن دعت بشريتي إلى الحزن أو الخوف هذا لا يتعارض مع الرضا، ما بيتناقض أبدا مع الرضا، لكن كما تفضلت اليقين بيتناقض مع السخط. نعم. شو عامل لك يا ربي؟ ليش فلان معه ولا ما معي؟ هذا هو السخط، هذا السخط، سواء نعم. تلفظ به أو آمن في قلبه، مو شرط يحكي، هذا السخط. وهنا يأتي الحديث، فمن رضي فله الرضا من الله سبحان الله، ومن سخط معناها ما بيعرفوا لله.
سبحان الله. السخط مو لأنه سخط ما بيعرفه. جميل. إذا قلب يوقن بأن ما جاء من الله خير، وإن دعت بشريتنا إلى نوع من الخوف أو الحزن طبيعي. نعم. لكن لا نسخط فنغضب ونعترض على أمر الله، ولا بذات الوقت الإنسان يدعي المثالية ولا نقول البشرية. يا رب إلا ما يرضي الرب وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. شايف الدقة؟ نعم. لا نقول إلا ما يرضي الرب الرضا وإن عليك يا إبراهيم. أما في نقطة دقيقة البشرية جدا. نقطة دقيقة بس بهمني إشرحها بس بدقة بالغة. كل شيء وقع بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة في أوسع من هيك دائرة، دائرة مكانية بالخمس قارات وزمانية من آدم ليوم القيامة. كل شيء وقع في الأرض بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله، لا تعني أراده أنه أمر به، ولا تعني أراده أنه رضي به. يعني أب طبيب وعنده ابن جاءه بعد 10 سنوات من زواجه وكان جميل الصورة وتعلق به تعلقا مذهلا، ثم اكتشف الطبيب الأب الرحيم الولام بابنه مع ابنه التهاب زائدة، بيتخذ الأب الطبيب قرار بتخديره وفتح بطنه واستئصال الزائدة. هيك فعل الله عز وجل. كل شيء وقع أراده الله، يعني سمح به لحكمة إلهية، لم يأمر به ولم يرضه. وكل شيء أراده الله وقع معكوسة. والإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة. سبحان الله. يعني الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما. الله يفتح لك. والذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. حاشاك. والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، يعني شر مطلق بالكون ما فيه، لأن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. يعني شر للشر. نعم. ودور الإنسان أن يرضى بأن ما وأن يؤمن بأن ما جاء من الله خير. الله يفتح لك يا دكتور. لكن إذا إنسان رضي وما فهم الحكمة كسب أجر كبير. نعم. لأنه أحيانا الحكمة تكون مخفية. مخفية. لكن بعد حين في ظاهرها شر. يكافئ هذا الراضي ببيان الحكمة. وحينما تخفى الحكمة فيذوب دكتور. المؤمن خجلا من الله. حينما تخفى الحكمة يكون اليقين. يقين. فالأجر أكبر. نعم. الله يفتح لكم. نسمح من بعد إذنكم دكتورنا بمشاركات مستمعين الكرام. نعم. تفضل أخي عبد الله معنا باتصال هاتفي. تفضل. ألو. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله عافيك ويكرمك. كيف دكتور، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا دكتور. بسأل سؤال بس، يعني أنا كنت في دوامي في شغلي، فهمت كيف، وكنت عم بشتغل شغل، يعني عم بشتغل شغلي وبعطيه للمدير المسؤول عني، يعني صار ينسب المدير الشغل لإله يروح، وبالنهاية أنا يعني روحوني من الشغل. هل بجوز أنا راضي الحمد لله بالحكي هذا، ما عندي عليه خلاف، بس هل بجوز بصلاة يدي عليهم مثلا لأنهم ظلموني؟ طيب شكرا لك أخي عبد الله. رح نأخذ مجموعة صلاة ثم من بعد ذلك الشيخ نجيب عليها جميعا. نعم. أم مراد تفضلي باتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العزيز بارك الله فيك ونفعنا بعلمك يا رب. أمين يا رب العالمين. تفضلي. أهلا وسهلا دكتور. أزيد فضلك الرضا. هلأ إحنا الحمد لله راضيين قضاء الله وقدره، كوننا مسلمين ومتبعين لسيدنا محمد. طب إحنا هلأ دكتور اللي مجتمعاتنا العربية، وهلأ إحنا نحكي عن بلدنا الأردن، ارتفاع نسبة الجريمة عندنا في الأردن. يعني بيجوا بيسألوا مثلا نسبة الجريمة. نعم. مثلا لو بيسأل أخصائي اجتماعي أو علم ناس بصير يعني بيعزيها إلى الظروف المادية والاقتصادية والفقر، علما بأنه الفقر من أيام سيدنا محمد وأيام سيدنا آدم هاي الأزمة موجودة، يعني ما في مجتمع غني كامل ولا مجتمع فقير دائم. يعني لما تيجي تناقش دكتور إنه لا هذا الحكي لازم نصبر عليه، إنه هاي الواحد بده يتحمل بده يصبر، يعني بعد العسر في يسر، يعني بياخذوش الحكي إنه نعم. على معناه الحق، إن هاي مثاليات وهذا الحكي بنفع، هذا الإشي بنفعش بدنا. شكرا لك يا أم مراد، الفكرة وضحت تماما، إن شاء الله يجيبك عليها الدكتور. حنان تفضلي باتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العافية ويعطي الدكتور كمان العافية. الله يكرمك. أهلا وسهلا. دكتور بدي أسأل، لو مثلا أنا يعني مريض بنظري ولحد لدرجة يعني كبيرة، يعني تقريبا فقدان بصر، يعني بس مش 100%، يعني جزئي، بيجي مثلا تمني لو انني مثلا ابصر زي الناس او كذا،
كان بعمل هاي الشغل الفلانية، هل هذا يعتبر اعتراض على ربنا؟ لا، هو في توجيه النبوي لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. لو بالإسلام عند المؤمن ما في، إلا لو السلبية، لو درست ما كنت رسبت، هي صح، هي لو السلبية. لكن ما درس أمانة، هي دكتور يعني بصرها أقرب إلى الكفيفة، فتقول لو كانت بينها وبين نفسها كان لديها خواطر، لو أني مبصرة كان فعلت كذا، هل يعتبر هذا صح؟ لا تقول لو أني فعلت كذا، ولكن قل قدر الله لي هذا المرض وما شاء فعل. طيب، إن كلمة لو تفتح عمل الشيء، لو جاءتها خواطر داخلية دكتور لا تحاسب عليها إطلاقا. نعم، لكن تجيب نفسها نقدر الله ما شاء فعل، هيك قنعي نفسك. نعم، بس لا تحاسبين على هذه الخواطر إطلاقا، تحاسبين على العمل فقط. نعم، الله يفتح لك للتوضيح. سؤال أخونا عبد الله دكتور، مدير ظلمه ونسب إنجازاته لإله ففصل عبد الله من العمل، هل يؤثم لو دعا عليه؟ إن دعا عليه أو ما دعا عليه الله بده يعاقبه. نعم، لا يغلب حاله. إنسان يظلم وما يلاقي نتائج ظلمه في الدنيا مستحيل. لا، الظلم سيدي، الظلم هذا الشيء يعاقب الظالم في الدنيا قبل الآخرة أبدا. سبحان الله، الافتراء والظلم يعني حتى لو ما دعا عليه الله يأخذه حقه أبدا. طب شرعا شيخنا لو تلفظ بالدعاء عليه من قهره ما في مشكلة، لا يعتبر مثل أبدا. نعم، متألم لأنه نعم الذي يدعو معذور عند الله. نعم، أم مراد دكتور طرحت قضية بتقول إنه يعني من زمان الفقر موجود، اليوم تقول بعض الأشخاص يتحدثوا إنه الفقر والصعوبة الأوضاع الاجتماعية سبب الجريمة، ما رأي فضلتكم في هذا الأمر دكتور؟ الفقر موجود دائما، بس الإيمان بيخفف أثره كتير، بيخفف أثره مع الإيمان بالله. عفوا، لما إنسان بيكون هدفه الجنة والجنة بين إيديه، بيصلي بيصوم بيدفع زكاة ماله بيغض بصره بيطلب العلم بيعرف الله، أبواب الجنة بين إيدينا كلياتنا وسهلة جدا. فأنت إذا كان عايش مؤمن بالجنة الدنيا ما لها قيمة، فيهون الفقر طبعا. هل عفوا، في نقطة بس دقيقة حقولها، فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. ليش مساحة بيته 450، كم مركبة في عنده اللهم صل عليه، كم قصر، ما عنده شيء، ما يقدر يصلي القيام الليل إلا إذا أزاح عائشة عن منامها، ما بيقدر، أي غرفته كانت. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. يا الله، شدي الموت بينهي الدنيا كلها، قد ما كنت قوي أو غني أو صحيح الموت أنهى كل شيء. في إنسان عايش للآخرة للأبد عايشه. إذن الفقر ليس سبب الجريمة، وإنما الفقر وقلة الإيمان يؤدي إلى يرتبط هذا. نعم. الله يجزيك خير دكتور، نسألكم الفاصل. والله في فقراء تشتهي الفقر من أدب مع الله. سبحان الله، والله تشتهي الفقر منه، في أغنياء بتشتهي الغنى منهم، متواضعين بيعاونوا الناس كلها، بيأكل مع عماله، بيحل مشاكل عماله كله. سبحان الله، الله يفتح عليكم يا دكتور. فاصل قصير مستمعينا ونعود لنواصل هذا الحوار عن الرضا مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي، فابقوا بالقرب. شيخ الكريم، قبل الفاصل في حديثنا عن الرضا، الرضا هو أن تؤمن وأن تقبل في قلبك ما ساقه الله إليك فتراه أنه خير، وأن تشكر بلسانك. نعم. على شيء سلبي. نعم. وإذا رافق هذا مشاعر بشرية كالحزن أو الألم أو الخوف، هذا لا يتعارض مع الرضا. مأجور عليه. ومن يرضى يرضى الله عنه كما جاء في الحديث. نعم. ومن يسخط، ولماذا أنا يا رب دون الناس، فلا يقبل بأمر الله يسخط الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم. جميل. طيب شيخنا الكريم، كيف يمكن للإنسان أن يصل مرتبة الرضا؟ يعني أحيانا الإنسان يسخط يغضب يتعب، كيف يتنازل عن هذه ويصل للرضا؟ بقدر معرفتك بالله ترضى. نعم. الرضا قليل بيكون معرفة قليلة، فإذا زادت معرفته بالله الرحمة كلها عند الله ونعم بالله أبدا. رحمن رحيم، رحمن في ذاته، رحيم بأفعاله. لما بتجي مصيبة وتمنع إنسان من معصية وتاب وصار عالم كبير
ولي كبير بدوب محبة للمصيبة اللي اجته. وإذن على الإنسان أن يعرف الله ويقترب من نعم الله. نعم. الله يفتح عليكم دكتور. أبو أحمد معنا بمشاركة هاتفية جديدة، تفضل. يعطيك العافية. عافيك يا رب. السلام عليكم. إليك ولا عليكم السلام. سهلا وسهلا. الحقيقة في يعني نقطة أعتقد أنها هي مش متناقضة رغم أنه التعبير الإسمي لها تناقض. نعم. بمعنى أنه الرضا هو القبول بالقضاء والقدر. طيب في عبادة اسمها الدعاء، هل إذا أنا دعيت من ناحية تعبيرية خلينا نقول أو وصفية أنه والله أن يفرج عني، هل بمعنى أن الدعاء أنا مش راضي؟ لا تتناقض مع الرضا إطلاقا. يعني خلينا نقول هو مكمل وكأنه الله بيحب يسمع صوت العبد المؤمن، يسوق له شدة ليسمع صوته أحيانا، يعني بمعنى بيحب إقبالك عليه، بيحب تترجى بالليل تناجي يا رب احفظني يسر لي هالأمر بعد عني شبح المصيبة، ما في مانع يعني عمل مع الله خط ساخن. عفوا دكتور، إذا أنا دعيت بأنه يفرج عني هالمصيبة هل يعني هذا عدم الرضا؟ لا أبدا أبدا لا يعني عدم الرضا إطلاقا، أي بمعنى أنه أنا دعيت ربنا لأنه مش راضي بالمصيبة اللي أجتني أو لا 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 أبدا، المعنى موارد إطلاقا، هي من الله وأنت تدعو من الله وراضي عنه بس يا رب تفجأ. لكن اسمع كلام النبي، لكن عافيتك هي أوسع لي، لكن نسألك رد القضاء عافيتك أوسع لي. نعم. فإذا هذا الابتلاء جاء من الله فإن أبقاه الله رضينا، لكن ندعوه أن يتلطف بتغييره. نعم. ولم يغيره فالرضا تام. نعم. الله يجزيكم الخير شيخنا، شكرا لك يا أبو أحمد لنقطة بالغة الأهمية. الخالة أم جاسم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ طول عمرك يا خالي، أهلا وسهلا. جزاكم الله خيرا إن شاء الله. أمين. والله أنا مع الدكتور بكل كلمة يقولها، فأنا أنظر اعبد الله كأنك ترى وإذا لم ترى فإنه يرى، كن مع الله ولا تبالي أبدا أبدا. سبحان الله، أنا الابتلاء اللي ابتلاني فيه رب العالمين أشعر فيه رفع ومقام إلي إلى يوم الدين. عملت عملية يعني بالنسبة لي، عملت عملية والعملية عملتها شالوا لي غدد من تحت الإبط وطلعت الغدد مصابة. نعم. وتعرضت إني أخذ كيماوي. ألف سلام عليك يا خالي. الله يسلم عمرك. والحمد لله حين اللي أنا أحكي معاك الاثنين كانت ثالث جرعة إلي. سلامتك يا خالي، ما عليك. الله يسلم عمرك، والله باخذها عبني راضي بقضاء وقدر. الحمد لله. اطلع من المستشفى كاني مش ماخذ شيء، وامشي مع الناس واكل واروح، حتى الادويه اللي اعطوني ما بتطعم. ربنا يمن عليك بدوام الشفاء والعافيه يا خالي ان شاء الله رب العالمين، ويزيدك رضا يا رب العالمين. الله يجزيك الخير. من رضي عن الله فله الرضا من الله ونعم بالله. شيخنا الكريم في الدقيقة المتبقية معنا، في قول الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما الرضا هنا المقصود في هذه الآية الكريمة؟ أن ترضى عن الله في هذه الآية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم حينما استقاموا، رضي الله عنهم حينما عرفوا ربهم، حينما عملوا الصالحات، وكيف يرضون عن ربهم حينما رأوا الجنة. نعم. بينسوا تعب الماضي كله. الإنسان حينما يرى مقامه في الجنة يقول لم أرى شرا قط، بيكون عانى ما عانى في الدنيا، حينما يرى مقامه في الجنة أبدي يقول لم أرى شرا قط. وكيف هم يرضون عن ربهم دكتور؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، دخلوا الجنة. نعم. أبد للأبد. سيدي شقفت بيت راكز بتم جمعة فرحان فيه، جنة للأبد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. بعدين مو جنة، جنات. نعم. بعدين في رضوان من الله، بعدين في رؤية وجه الله. سبحان الله. ثلاث درجات. نعم. في جنات، في رضوان من الله، بعدين أن ترى وجه الله. أن ترى وجه الله تبقى غارق بنعيم 50 مليون عام. نسأل الله أن يعطينا والمسلمين. نعم. جميعا ذلك. نختم حلقتنا بالدعاء شيخنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، واجعل هذا البلد آمناً سخياً رخياً وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم فضيلة العلامة الداعي الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد راتب نابلسي لهذه الكلمات الطيبة. الرضا كان موضوعنا لهذه الحلقة. جعلنا الله من الذين يرضون أن يقبلون ويطمئنون إلى ما ساقه الله إليهم من خير أو شر، ولا يتعرض هذا مع بشرية الإنسان في الحزن أو في الألم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.